بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الإخوة اللي تكبدوا عناء التنقل في هذا الشهر المبارك، شكرا بزاف. الاسم سليماني أحمد، رئيس مدرسة الاتحاد الرياضي لكرة القدم تيغسالين. المدرسة هي فرع من فريق الكبير، الفريق الأم اللي هو الاتحاد الرياضي لتيغسالين، اللي تأسس سنة 2007 ونخرط في العصبة ديال مكناس تافيلالت في 2008 لما كانت خنيفرة تابعة لمكناس تافيلالت. المدرسة تأسست سنة 2011. ابرز المدرسة عطات ومازال كتعطي وان شاء الله غادي تعطي من ابرز المواهب اللي عطات المدرسة الحمد لله. كاين محو الشريف بن الشي اللي مشى حتى للمغرب الفاسي، لعب مع الجيل ديال با معمر، ولعب مع شباب اطلس خنيفره. كاين مصليح الجلال اللي ايديسات اللي لعب مع شباب اطلس خنيفره ايديسات. المقابله اليوم في اطار واليوم ان شاء الله كما كتشوفوا هذا دوري كتنظموا مدرسه الاتحاد الرياضي، لكن للاسف توقف هذه سنتين لاسباب معروفه اللي هي الكونفينمون، جائحه ديال الكورونا. كانت الدورة الأولى سنة 2018 والدورة الثانية دابا 2022 اللي تمت بدورة المرحوم عبد العزيز المسلك، المرحوم الله يرحمه ويوليه برحمة الله، الحكم الدولي المغربي، نتمنى له الغفران. وان شاء الله الرحمن الرحيم هذه باش يبرزوا المواهب ديالنا، باش كنسيليكسيونيو من هذا الدوري كنسيليكسيونيو اللعابة اللي كيمثلوا المدرسة ديال الاتحاد الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدوري هذا من تنظيم مدرسة الاتحاد الرياضي لكرة القدم في نسخته الثانية، وهذه النسخة اختارينا لها اسم ديال دورة المرحوم عبد العزيز المسلك رحمه الله، وتحت شعار لنرتقي بأطفالنا. وجاء هذا الدوري جاء ثمار ديال المجهودات ديال مدرسة الاتحاد الرياضي على طيلة السنة، وكنحاولوا نديروا هذا الدوري هذا باش نشوفوا ما مدى جاهزيه اللاعبين ديالنا، فين وصلنا او فين وصلت الخدمه ديال المدرسه. وطبيعه الحال اي عمل ما كيخليش من عده صعوبات وعراقيل، من بينها الملعب، ما كنتوفروش على ملعب، كاين ملعب غير ديال الارض وغير صالح لتكوين النشء. كنتمناو المسؤولين يشوفوا شي حل لهاد القضيه هذه، كما كنتمناو ان ذاك المركز السوسيو الرياضي يتاهل باش يستافدوا منه هاد الوليدات هادو ان شاء الله الرحمن الرحيم. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Farah Ndiaye, je suis agent de joueurs. Donc j'ai eu la chance de venir aujourd'hui et de participer à cet événement dans cette région-là. C'est un ami à moi qui s'appelle Kamel Barry, qui est issu de cette région-là, qui m'a appelé, qui m'a dit: écoute Farah, aujourd'hui j'ai ma famille, j'ai mes amis qui organisent un tournoi pour la jeunesse. Et j'étais au Sénégal, j'ai pris l'avion, je suis venu ici. J'ai vraiment voulu participer et donner la chance aux joueurs. Voilà. Donc ça me fait très très plaisir d'être ici. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. C'est une initiative qui est louable parce qu'aujourd'hui le football c'est international. Le football, ça n'a pas de région, ça n'a pas d'ethnie, ça n'a pas de couleur. Aujourd'hui moi je suis sénégalais et je me sens limite plus marocain. Parce que le Maroc, c'est la famille, c'est connu, et c'est réciproque, c'est gentil.
Et aujourd'hui, on a vu de jeunes joueurs, de jeunes talents, que je l'espère, Inch'Allah, demain feront le futur du Maroc. Il y a énormément de choses ici et je pense que c'est important de le savoir déjà. Et c'est important que des gens comme moi ou d'autres viennent ici et donner ne serait-ce que du temps pour connaître, pour faire connaître cette belle ville. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie. On va passer la journée ici. Et j'espère voir encore de très très belles choses. Ça a très bien commencé et on se dit à tout à l'heure. السلام عليكم. حسن بولوز رئيس جمعية أصدقاء تغسلين البيئة والتنمية ومستشار جماعي. اليوم حضرنا في التظاهرة اللي نظمتها جمعية الاتحاد مدرسة الاتحاد الرياضي لكرة القدم في النسخة الثانية ديالها للدورة المرحوم عبد العزيز المسلك تحت شعار لنرتقي بأطفالنا. اليوم الحمد لله كاين واحد التحسن يعني في الكرة في كرة القدم بالنسبة للأطفال. كاين واحد التحسن. نتأسف أنه من ابتداء من التسعينات الثمانينات كانت الكرة تقريبا حتى الحدود 2007 يعني كانت الكرة ما منظمش. في 2007 حاولوا أنه يدار واحد الإطار وتكونت واحد الجمعية اللي هي جمعية الاتحاد الرياضي لكرة القدم في 2007 وهي اللي أعطتني هذه المدرسة هذه في حدود 2011. وتقريبا في النهايه ديال 2017 كان اندماج ديال واحد جوج فرقي. كان عندنا جوج فرقي تيغساني اللي هي جمعيه الاتحاد الرياضي والترجي الرياضي. حاولنا باش ندمجوهم يعني يعطي واحد فرقه واحده لكن للاسف ما تمتش البرمجه ديالهم يعني ما عطاتش ديك الاتفاقيه ما عطاتش واحد الاكل ومشات لكره القدم في الانهيار. وداك الشيء يعني راجع لعده اسباب اللي هي يعني ما كاينش تمويلات اول حاجه، وثاني حاجه يعني ما كايناش الارضيه ديال الملعب. عندنا ارضيه يعني عندنا غير الارض فيها الحجر وفدا ما كتعطيكش الكره هي هذيك. واليوم كاين عندنا الاشكال حاولنا باش نفكوه يعني كجماعه. عندنا واحد شراكه مع وزاره الشباب الوطني وزاره الشبيبه والرياضه اللي قالت لنا انه خصكم الوعاء العقاري. واليوم الجامعه راه خدامه على هذا الشيء. خصنا غير نلقاو الارض. كنحاولوا باش نلقاو شي ارض قريبه يعني للمركز ديال تيغسالين. وكاين اشكال اخر يعني ديال الملاعب القرب اللي خدامه عليها الشبيبه والرياضه. الشبيبه والرياضه اليوم راه كتقول انها راه غادي تلقى حلول، ولكن احنا كجماعه مازال ما قالت لنا حتى شي حاجه. يعني ما عندناش شي معلومه صحيحه على الملاعب القرب، ولكن اللي كنعرفوا ان الملعب الكبير ديال تيغسالين تعطات واحد الميزانيه من الجامعه ديال تيغسالين باش تشري وعاء عقاري. يعني ان الوزاره كتقول لك انه الا وفرتوا الوعاء العقاري غادي نعطيكم التيران. حنا اليوم راه كجماعه راه خدامين على هذا الوعاء العقاري كنقلبوا عليه. وكنتمناو ان هذه التظاهرات يكونوا كل سنه.